انضموا إلينا حول الموضوع من بغداد الشيخ يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. أهلا بكم شيخ يحيى إلى استوديو الرافدين. يعني الكتل السياسية والعشائر في صلاح الدين تطالب بوضع حد لتجاوزات ميليشيا الحشد في صلاح الدين، ما الداعي بداية لوجود ميليشيا مسلحة في المحافظة بعدما أعلنت الحكومة نصرها على تنظيم الدولة؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياك. أخي الكريم، وجود الميليشيات في صلاح الدين وفي المحافظات الأخرى هو ضمن مخطط وسياق مرسوم من قبل سواء الحكومة في بغداد أو المنطقة الخضراء وبتوجيه أمريكي إيراني. لذلك فهذه الميليشيات هي البديل الحقيقي للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وهذه الميليشيات هي التي تصنع الفوضى في هذه المناطق، وبدون هذه الفوضى لن تستمر هذه العملية السياسية المشوهة التي رسمها الاحتلال، والذي قوض من خلال هذه العملية القانون والأسس الحقيقية لبناء الدولة. لذلك هو يعتمد على هذه الميليشيات في صناعة الفوضى لتمرير مخططاته واستهدافه للعراق وسرقته لثرواته وتسليط أولئك الجاهلين على مقدراته ليتسنى له تحقيق ما يصمو إليه من أهداف. يعني من هو المستفيد شيخ يحيى من وضع ذريعة عودة تنظيم الدولة لصلاح الدين أو لمناطق أخرى في العراق؟ هو هذا مخطط كبير ومرسوم رسمته قوات الاحتلال الأمريكي بالاتفاق مع إيران في العراق، ومن أجل إبقاء هذه المناطق في حالة فوضى وعدم استقرار. لذلك المستفيد هو المحتل من أجل أن يبرر وجوده، سواء المحتل الأمريكي أو الإيراني. هم يبررون وجودهم من خلال تخويف الناس بوجود تنظيم أو منظمات أخرى تريد الهجوم على هذه المناطق، وهي في الحقيقة ما هي إلا سيناريوهات مرسومة ومعدة مسبقا لتدمير هذه المناطق والسيطرة على ثرواتها وإذلال أهلها. لذلك ما تطلبه عشائر صلاح الدين أو بعض الكتل السياسية هي كلام يعني لا يعدو كونه استهدافيا او اعلاميا، لانهم يعلمون جيدا ان القرار اصبح الان بيد هذه الميليشيات وليس لرئيس الوزراء ولا لاي جهه اخرى يمكن ان تتخذ منها قرار. نعم، وانا على قد ان مجموعه من شيوخ عشائر صلاح الدين قد اجتمعوا مع مسؤولين امريكان قبل ايام. قالوا لهم بان ميليشيا الحشد هي مؤسسة رسمية ولن تغادر المكان مطلقا، وإنما ستبقى. يعني ميليشيا الحشد شيخ يحيى، ميليشيا الحشد التي يطالب العبادي بضمها ضمن الجيش الحكومي هي نفسها أو واحدة منها التي اغتالت رئيس الأمن الخاص بالعبادي، على ماذا يدل ذلك؟ يدل ذلك على أن هذه الميليشيات لا تخضع لسلطة الدولة. لا. وأنه قد صدر القرار بضمها وأصبحت الآن مؤسسة ضمن مؤسسات حكومة العبادي، ولكن هذه لا تخضع لتوجيهات داخلية، وإنما كل ميليشيا هي تخضع إلى جهة معينة سواء في إيران أو إلى مراكز قوى وأحزاب وسلطات أخرى لا يمكن السيطرة عليها. لذلك عندما تأتي موكب يعتبر هو موكب رسمي كموكب حماية رئيس وزراء ويتعرض إلى هذا الضرر، فهذا دليل على الفوضى وعدم وجود أي رابط أو تنسيق ما بين هذه القوى، وإنما أصبحت كل جهة تسيطر على جزء من الأرض وتدعي أنها هي صاحبة القرار فيه. لذلك لن يستطيع هذا مسؤول الجهاز الأمني حتى على أن
يتكلم معهم ف نعم قتل أمام أنظار الناس. نعم يعني برأيك شيخ يحيى، هل هناك من رسائل بعملية قتل رئيس الحماية الخاصة في العبادي للعبادي من هذه الميليشيات؟ رسائل مبطنة في أتمنى هذه هي رسالة ليست فقط للعبادي، وإنما هي رسالة لكل الجهات ولأمريكا نفسها التي تتحدث يوما إنها تريد أن تنهي وجود الحشد، وأن الحشد يشكل ظاهرة خطيرة على المجتمع، وأنه ميليشيا أصبح الآن بمباركة أمريكية مؤسسة رسمية. فهذه الرسالة تؤكد بأن الميليشيا هي صاحبة اليد الطولة في سواء في صلاح الدين أو في بغداد وفي كل أماكن العراق. نعم الشيخ يحيى السنبل أمير سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.